نشاهد هنا محاذاة مسجد عمر بن الخطاب، حيث يتواجد السلف الصحي، ونشاهد هنا صمعة المسجد ظاهرة أمامنا. كما نعلم جميعا لأن فترة الصيف وفترة الحرارة الحشرات والرائحة الكريهة تنتشر بالمسجد، والمصلون لا يقدرون على استمرار التواجد داخل المسجد. إضافة لهذا الصرف الصحي اللي كيتواجد بجانب مسجد عمر بن الخطاب، كنلقى أن هناك فضاء القدس التجاري المغطى قصديريا الذي يحاصر مسجد عمر بن الخطاب من جهة الأخرى، بحيث أنه لم يبقى للمسجد إلا منفذ واحد من المصلين. غادي نديرو واحد كما نقولو نديرو واحد الفيديو اللي يعبر لنا على هذا الوضع الكارثي اللي كيعيشوه مسجد عمر بن الخطاب. ربما غادي نشوفو أشجار خضراء بواحد الشكل كبير نتيجة لهذا الواد الحار اللي كاين هنا، وهذا الصرف الصحي اللي كاين، رغم أن الساكنة اتصلت مرارا برئيس المجلس البلدي وبغيره من البرلمانيين، إلا أنه لحدود الساعة لم يحلوا هذا المشكل. يعني